انت قاعد يا مازن؟ انت يلا تعالى يلا. نعم يا ماما. عاوزه ايه؟ استني بس بلعب بابجي. انت لسه ماسك التليفون يا هنا؟ انا قايله لك على طول بقالي نص ساعه وانت ولا سامعني. هخلص جيم بابجي وانزل. جيم بابجي؟ طب خد يا ماما. مين كده يا ماما؟ شباشي الثاني. الو الو. ايوه يا حاج، ازيك؟ ازيك عامل ايه؟ والله انا كنت عايز اكلمك في حاجه كده بخصوص الواد ابنك مازن. عمل ايه؟ انا شفته امبارح وهو بيدفن شكاره كده في الرمل، ولما رحت شفتها لقيته مش الشباشب بتاعه الجامع. ابنك حرامي. ابن حرامي؟ لا، عمره ما يعمل كده. انت متاكد يا حاج عسل؟ ايوه متاكد، وهقول لك على المكان كمان، في الشارع اللي وراكوا. اقفل اقفل على طول اقفل. ان انا يسرق الشباشب والجامع ازاي؟ ده عمره ما يحصل يا حاجة. يا حاجة. نعم يا اخوي. نعم يا اخوي. حصل ايه؟ علي يا اختي شوفي امي. ايه يا اخويا؟ في ايه؟ حصل ايه؟ انك انت بيسرق شباشب الجامع. الندى؟ الندى؟ ولا اقول الشباشب بتاعتي راحت فين؟ الحاجة حسن كلمني في التلفون. انا بقى قاعد كده بفرج على التلفزيون، لقيت حد بيرن. الحاج حسن بيقول سيبهولي بقى وانا هتصرف معاه. انت قاعد يا مازن، روح افتح الباب. نعم يا ماما. مين على الباب يا ماما؟ ده الدليفري جايبلنا بيتزا. يا ماما لا، ده حاجه تانيه غير البيتزا خالص. انت هتاكل شاورما؟ لا 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 لا، دي الشباشب يا حبيبي. تعب الشباشب، تعب الشباشب. يلا روح افتح الباب. لا كمان يا شباشب، لا كمان.